عرفنا على حالك ومين لك في السجن اليوم الحين. خالد ابو خلف من عصيرة الكبلية، والد الاسير صامد ابو خلف. كم شهر له؟ واحكي لنا عن ظروف اعتقاله، ايش اخر المعلومات عنه؟ ظروف اعتقاله استدعوه على معسكر حوارة واعتقلوه في 20/4، وهسه له 8 أشهر وحكموه إداري، وانقطع معاه الاتصال من شهرين. طيب أنت يعني أكيد من ساعات الصباح تم إبلاغكم بشكل رسمي، ومن من أيمتى أنت موجود هون؟ يعني كيف عشت هاي الساعات؟ موجود هنا من الساعة 4:30، يعني 2:30 على الطريق رغم الحواجز والهاد قررت إني أجي يعني، ورجعونا من عدة محاور وقررت إني أصل هين. ناوي ترجع الليلة لأنه الوقت ممكن يكون متأخر في الاستلام؟ لو للساعة 2 بدي أظلني هين غصبا عن الاحتلال وأسلم ابني إن شاء الله.